مساء الخير للجميع. هذا هو المؤتمر الصحفي الأخير قبل نهاية الموسم، وأحب أن أنتهز هذه الفرصة وأشكر جميع الإعلاميين الذين تواجدوا معنا طيلة الموسم. أشكر صحفهم ورؤساء تحرير مجلاتهم أيضا وصحفهم ووسائل التلفزة لذلك لهذا الدعم الكبير الذي تلقاه نادي السد من الإعلاميين الذين هم أشقاؤنا في المهنة، لأنهم دائما دعمونا سواء على المستوى المحلي والخارجي. أود أن أقول لإخوان الإعلاميين أنني جاهز في أي لحظة عندما يرغبون بإجراء أي مقابلات بالتنسيق مع إدارة السد، وأنا جاهز للإجابة عن كافة أسئلتكم خارج المؤتمرات الصحفية أيضا، لأنكم كنتم ضلعا في ما حققه السد من انتصارات. بالحديث عن مباراة الغد، هي المباراة الأخيرة لنا في الموسم، هذا الموسم الذي بصراحة لم يكن جيدا بالنسبة للسد، لأن رغبتنا كانت تتمثل في الفوز بالدوري القطري، ولكن للأسف خسرناه، وكانت تلك الخسارة أمام فريق الدحيل هي من أدت إلى خسارتنا للدوري. طبعا موسم صعب للسد، ولا زال هناك لدينا بطولتان كأسان، لذلك سنسعى أن نحرز هذان اللقبان كي نعوض عن خسارات الدوري. سنلعب مباراة الغد أو مباراة يوم السبت بجدية كاملة، ليس لأننا سنواجه فريقا أيضا لم يقدم مستوى جيدا هذا الموسم أننا سنتراخى في هذه المباراة، بالعكس فلسفة السد هي الفوز، ولذلك سندخل المباراة بغض النظر عن اللاعبين المشاركين سندخلها للفوز. هي آخر مباراة في بطولة الدوري، ونحاول نقدم ثلاث نقاط لجماهير السد، ونحاول نأدي الأداء المطلوب اللي متعودين عليه من هذا السد. يعني السد أنهى في المركز الثاني، هل أنت محبط بهذا المركز؟ المدرب أجاب أنا نوعية من المدربين التي لا تلعب للظفر بالمركز الثاني، دائما فلسفتي هي أن أتواجد في المركز الأول، ولكن يجب أن نعترف أن الفريق الآخر كان أفضل منا، وظهر ذلك جليا في المباراة الأولى أمام الدحيل عندما خسرنا، ولكن في المباراة الثانية أمام الدحيل قدمنا مستويات مميزة. طبعا أنا أنهيت السد أنهى الموسم في المركز الثاني، وكما كان الحال في الموسم السابق، ولكن هناك أسباب عديدة لذلك يعني الكل يعلمها، ومنها الإصابات العديدة التي تعرض لها الفريق، ولكن الآن لدينا تحديات أخرى في السد، منها الكأسين الغاليين، وهناك أيضا مباريات دوري أبطال آسيا، وحتى هذه اللحظة يجب العلم بأن السد أيضا أحرز كأس السوبر القطرية، وهناك أيضا إنجاز آخر أحرزه السد، ألا وهو أنه تواجده في المركز الثاني هو يؤهله لدوري الأبطال أبطال آسيا النسخة القادمة بشكل مباشر، ولذلك ابتعدنا عن التصفيات. لذلك أنا من نوعية المدربين الذين يسعون دائما للمركز الأول، حاولنا أن نتفوق على الفريق الآخر واستطعنا إيجاد بعض الحلول ولكنها كانت متأخرة. طبعا سؤال شادن الثاني كان هل ستكمل مع السد في الموسم القادم؟ المدرب قال أن الكل يعلم بأن عقدي ينتهي في نهاية هذا الموسم، وأنا أفكر في المباراة الغد، وما يهمني أن أنهي الموسم هذا الموسم مع السد بنهاية سعيدة. طبعا هذا الكلام ليس حقيقي، هذه الأخبار كلها زائفة، أنا لم أقل ذلك لأي صحيفة من الصحف، ولا هم يعرفون ما الذي أفكر به. أنا سعيد بالعمل كمدرب، ولا زلت ما زالت صحتي جيدة، لذلك سأستمر في عملي، لذلك ابتعدوا عن هذه الشائعات لأنها شائعات مغرضة.